الخير. فيديو النهاردة هيكون عن تحديث التليجرام الجديد اللي هو ازاي نعرف رقم اي حد قريب مننا، وهل الموضوع ده اصلا صح ولا غلط. بس يلا بينا الاول نبدأ نعرف الطريقة ازاي. ادي عندنا التليجرام، هنيجي عند 3 شرط اللي في الجنب دول، هنضغط على جهات الاتصال الكونتاكتس. هيظهر لنا دول في الاول كده اللي هم ارقام اللي عندنا اللي عندهم تليجرام. هاجي هنا عند البحث عن الاشخاص، هيطلب مني المفروض ان انا افتح الجي بي اس. حسنا كده جاب لي كل ارقام الناس القريبه مني هم على بعد قد ايه. جايب في الاخر برضو هنا الجروبس، يعني ممكن افتح اي جروب الاقي الناس بتتكلم عادي وانا مش منضم الجروب اصلا. بالنسبه بقى الموضوع ان انا اجيب اي رقم، فممكن مثلا يجي عند اي اسم من هنا، هنا مثلا الاسم، ادي الاسم اهو ومفيش اي رقم. نجيب مثلا واحد تاني، ده مثلا الرقم بتاعه ظاهر. فده على حسب الشخص نفسه هو عامل ظهور للرقم بتاعه ولا لا. ولو انا عايز ابقى ظاهر كده زيهم، هعمل هنا اضغط هنا اظهار لنفسي وادوس حسنا، وهنزل بقى صورة شخصية. بس انا مش عايزه اعمل كده. المهم طب اعرف منين ان انا رقمي ظاهر ولا لا؟ هنخرج بره، هنيجي هنا برضو عند نفس ال3 شرط وعند الاعدادات، الخصوصية والامان، رقم الهاتف. هو بيبقى معمول الافتراضي بتاعه اللي هو جهات الاتصال بس، اللي هو الناس اللي عندي هم اللي يشوفوه. انت براحتك بقى، ممكن تعمل public جميع او ان مفيش اي حد خالص يشوف. بس كده.